بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقا بعد التحية. ما هي قراءتك لأهم الإنجازات التي تحققت في القطاع المصرفي في المملكة خلال هذا العقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا على استضافتنا في هذا البرنامج. وأؤكد لكم أن ما قامت به مملكة البحرين خلال السنوات السابقة يجب علينا كشعب وكمصرفيين الافتخار بهذا الإنجاز. فالبنوك ولت ميزانيات مجموع أصول البنوك الموجودة في البحرين تجاوزت حوالي 300 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي كبير مقارنة بحجم الاقتصاد البحريني وحجم البحرين. وهذا إن دل يدل على أن الصرفة كانت الصرفة التقليدية أو الصرفة الإسلامية قد أخذت يعني مجال كبير في التقدم. وأحب أن ما دام يعني نتكلم على هذا الإنجازات، نعم تفضل، نتكلم أن البحرين مملكة البحرين كانت رائدة في المصارف، وجميع وإن ماكت جميع أكثر المشاريع الضخمة التي تم تأسيسها في منطقة الخليج أو المنطقة العربية كان للبحرين جزء فيها، أو كانت للبحرين الإدارة لهذه المشاريع. فالبحرين والحمد لله قامت بإنجازات كبيرة نفتخر بها نحن كمصرفيين وكبحرينيين والحمد لله. نعم السيد عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين ورئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقا، شكرا جزيلا لك.